السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خواتي الكريمات، مرحبا بكم في قناة متخداري. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم حرشة بالخضر، كتجي رائعة سهلة في التحضير والمكونات ديالها جد بسيطة. فإلى عجبتكم الوصفة ما تنسوش أنكم تابوناو فلاشين باش توصلوا بجديد الوصفات، كذلك ما تنسوش أنكم تدعموني باللايك ديالكم على بركة المكونات. عندي هنايا 250 غرام من السميد الرقيق، يعني السميدة ديال الحرشة. عندي ملعقة من الزبدة، ربع كأس من زيت الزيتون، ملعقة من السكر، وقليل من الخميرة الفورية يعني خميرة الخبز، و يعني 4 غرام من الخميرة الكيماوية. عندي هنايا وضعت الفلفل مع الفلفل الأخضر، فلفل أحمر، والبصل، زيتون، والقليل من اللحم المفروم وكيبقى اختياري، ممكن تعويضوه بالدجاج او ممكن انكم تستغناو على اللحوم، و يعني كما قلت لكم القليل من الزيتون مقطع قطع صغيرة. في التوابل وضعت معهم الملح وفلفل اسود، القليل من الفلفل الاحمر، وزيت الزيتون، شحرتهم جيدا وجونا على هذا الشكل هذا. فدابا اول حاجة غادي نوجدوها، غادي نخلطوا المكونات جيدا. يعني انا هنايا وضعت السكر، نخلطوا المكونات، يعني هكذا كترجع لنا مرمله. وكنبدا نضيف الماء. انا هنايا وضع كاس من الماء، يعني وضعت السكر مع الماء، وغادي نخلطوا المكونات جيدا. يعني مازال غادي نزيد القليل من الماء. بعد ما خليت يعني الحرشة تشربت لي شوية، غادي نضيف لها هنايا الحشوة، ونخلطوا الكل جيدا على هذا الشكل هذا. يعني سريعة جد جدا الضيوف الغفلة، كتجي رائعة، كيجي المذاق ديالها جد لذيذ على هذا الشكل هذا. دابا غادي نجيبو المقلاة فاش غادي توضعوها. رشيت المقلاة بالسميد وغادي نوضع الحرشة على هذا الشكل. غادي دابا نجيب واحد شويه ديال السميده ونرشوها من الفوق، يعني بحال اللي كنصوبوا الحرشه العاديه على هذا الشكل هذا. رضى طيب من التحت وعاود نقلبوها، يعني بحال الطريقه العاديه اللي كنطيبوا بها الحرشه، ونعاودوا نطلقوا باش نشوفوا الشكل ديالها النهائي. اخواتي، فاهم، بعد ما طابت الحرشه ديالنا كتجينا على هذا الشكل هذا، كنخليوها حتى كتحمر، نقطعوها نشوفوها كيفاش جات من الداخل، كتجي رائعة، نتمنى أنكم تجربوها. you
كتجينا على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا، كتجي رائعة هكا تحضروها لضيوف الغفلة. فنتمنى ان الوصفة ديال اليوم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين باش توصلوا بجديد الوصفات، كذلك ما تنساوش انكم تدعموني بلي لايك ديالكم. ونهاية الوصفة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.